السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة نور للإعلان بث مباشر على اليوتيوب والفيسبوك وجوجل تويتر. ما تنسوش تزوروا موقعنا على اليوتيوب هاني البلاء، على الفيسبوك واليوتيوب وتويتر وجوجل هاني البلاس بالعرب. دلوقتي معانا الأستاذ جمال السيد. أهلا بيك يا أستاذ جمال السيد. الأستاذ مسعود أبو عبده في برنامج جديد اسمه تحيا مصر. هنتكلم عن في البرنامج تحيا مصر عن الدولار والسكر والرز وكل ما يخص الشعب المصري. 90 مليون مصري وربنا معاه ان شاء الله. هنبدا بالاستاذ جمال. اتفضل يا استاذ جمال. اتفضل سعادتك يا فندم. هو بالنسبه لغلو الاسعار شيء يعني غير مناسب بالنسبه للاحتياجات الاحتياجات اللي هي العالميه. ف بدأنا إن شاء الله بتحية تحيا مصر. الحمد لله إن بالنسبة للسكر وغيره وغلو الأسعار ده بيأثر على الحالة الاقتصادية، الحالة الاقتصادية في المجتمع المصري. فمعانا فنقدر نتكلم، نقدر نكتب، ما نقدرش نتكلم لأن الكلام يعني ملخص الحديث. الحمد لله في الأول والآخر. اتفضل استاذ هاني نكمل. طب دلوقتي يا استاذ جمال يعني نقول ايه للجماعه اللي هم بيحتقروا الدولار والرز والسكر وبيحتقروا قوت الناس؟ ايوه قوت الناس الغلابه. يعني نقول لهم ايه؟ بالنسبه للسلع في اللي هو السلع في اللي هو المجان زي ما حضرتك نبهت قبل كده، في هو مجانا وفي هنا في توزيع بيخص للاسر والمواد التموينيه للعائلات المجتمع دايما. فالازمات دي بتحصل في المواسم العالميه. المواسم العالميه بتحصل. يا عم يا استاذ جمال يعني انا اسف ان قطع الكلام حضرتك. يعني معنى كلام حضرتك ان الغلو ده موجود في كل دول العالم مش في مصر بس. يا باشا ده الدول العربيه والاوروبيه. صح؟ دي فتره معينه. الموسم العالمي بس. برافو عليك. دي فتره معينه يعني وقت محدد مش كل يوم مش كل مش هنقعد كده على طول. لا ده هي فتره معينه اللي هم الله يسامحهم بقى اللي محتكرينه الدولار دلوقتي هم اللي عاملين المشكله دي. فان شاء الله من مكان ب 18 النهارده ان شاء الله ب 7 جنيه، وبكره يبقى ب 5، وبكره الجنيه المصري يبقى اعلى قيمه في العالم. فنقول لهم يعني العبوا لعبه غير ده شاطر من طبعا يا فندم. عشان الاحتياجات العالميه هم 14 قاره بيلعبوا، فاحتياجاتهم كل واحد بيتسابق العمله بتاعته من هنا اللي تكسب. فهي في العالم استهلاكها بيكون في صراع المجتمع نفسه زي ما حضرتك قلت. تمام. تمام يا استاذ جمال. يعني مثلا يقول لك لو شنتين ما لعبتش يعني معنى كلامك يا استاذ جمال هم بيلعبوا مع اللي بيحتقر السلع مثلا زي الرز والسكر والدولار والكلام دوت يقول له انت مش مصري. طبعا بالظبط كده. انت عميل امريكي وعميل اوروبي وعميل يعني يعني اقول ايه اغلط اقول ايه عشان يعني هو فعلا عميل المفروض ما يقعدش في مصر. مشاهير ولا يقعد تحت سماها ولا يشرب من نيلها. مشاهيرش ولا ياكل من خيرها. ما عبرش عن العالم اللي هو فيه. ما عبرش على العالم. برافو عليك. اللي هو فيه فعلا. وعايزين نقول له من خلال قناه نور للاعلام حضرتك يعني بعد اذنك يا استاذ هاني يعني مشكور. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من قناه نور الاعلام أقدم لحضراتكم برنامجنا اللي هو تحيا مصر. تحيا مصر بشعبها، تحيا مصر برجالتها وشبابها. مصر عظيمة يا جماعة والله. كل ده استثنائيات يا جماعة، يعني ما بتهز الوطن بشيء. فتحيا مصر، تحيا الشعب المصري. طبعا يا جماعة احنا قناتنا هنا منبرنا ده بنحاول يعني نعمل مبادرات من اجل النهوض بمصرنا الغاليه. حب الوطن ده يا جماعه اجمل شيء، بس مطلوب مننا ان احنا نتظافر ونتكاتف مع بعض لكي ننهض بوطننا الغالي مصر الحبيبه. يعني كل الحاجات دي يعني ممكن احنا يعني نصبر عليها ونتحمل عليه ونتحمل على نفسنا من اجل وطننا الغالي.
وندعو ان الله عز وجل ان يمن علينا الخير واليمن والبركات. هو كما علمنا اللي هو يعني ان شاء الله في الموسم العالمي كل واحد الفسحه والرحلات، فاحنا يعني بنحب العالم رحلاته معانا ولغته ومحافظه على لغته لان لغته عشان من الاول والاخر لو قلنا حديثا منها نتكلم يا استاذ كمال بعد اذنك يا استاذ كمال. يعني معنى كلامنا ان احنا كلنا نتكاتف ونبقى ايد واحده 90 مليون ونبتدي نشوف مصالحنا ونصنع وان شاء الله نطلع مصر بر الامان ورغم الف الحقيقيين ان شاء الله سنظل مصر قادره وهتعدي ازمتها والمحنه اللي هي فيها على خير ان شاء الله. ربنا اللي قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين تظل مصر امنه ان شاء الله. مصر ام الحضاره 7000 سنه ستظل ان شاء الله اقوى 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 بجيشها بشرطتها بشعبها. ونلتقي معكم بعد قليل في برنامج تحيا مصر مع الاستاذ مسعود السعيد مسعود ابو عبده وجمال السيد وكانوا معكم هاني البراز. ما تنسوش تزوروا موقعنا على جوجل بالعربي هاني البراز بالعربي على الفيسبوك واليوتيوب وتويتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلم على الشغل ده اللي معاك، سلم على كل اللي هناك.